تيجي قبل شركه اولاد توسون قولوا له انا عايز عرض البراندات، تلحقي نفسك وقولوا له عايز عرض البراندات المميزات الاستاذ محمود اللي عامله. بفضل الله اقوى العروض من شركه اولاد توسون في شهر 11. علشان ما اطولش الفيديو عليكم، الفيديو النهارده مميز، عندنا عرض جبار. الله اكبر الله اكبر كده، بس ما شاء الله العرض جامد جدا جدا. يعني العروسه اللي هتاخده ما شاء الله مش هتحتاج تجيب حاجه تاني، ولو عندك بنتين ممكن تقسميه على فكره ما بينهم. العرض ما شاء الله كبير، عشان الناس اللي بيدخلوا يقولوا ليه 3 اطقم حلل، ليه 4 اطقم حلل، ليه كل ده، كل واحد وكل بلد وليها النظام بتاعها. فاحنا يعني بنعرض وانت ليكي حريه الاختيار، ولو عندك اكتر من بنت تقدري تقسميه، ولو بنت واحده الله اكبر العرض يسد عين الشمس. الله اكبر. هنعرف تفاصيله مع بعض جوه الفيديو. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بالفيديوهات الجديده. منور يا استاذ محمود، متعبينك معانا في عرضنا وماسك الورقه والقلم، وما اعرفش انت بتعمل العرض ازاي، بس الله يبارك لك. بفضل الله اهم حاجه اشكر كل الناس اللي جت في 30/10 العروض اللي فاتت، كنا مكسرين بقى الدنيا عشان كده اتاخرنا عليكم شويه، كله استفاد بالعروض الحمد لله. بفضل الله لك الحمد لله بالشكر، واحنا مكملين نفس السلسله بتاعت العروض جهاز العروسه مطلوبه كتير مننا. بفضل الله كله براندات، عرض البراندات، عرض المميزات زي ما تقولي تقولي، ده عرض فعلا. يعني انا بقى اتحدى اي حد يعمله، عرض الكومبو، عرض الجامبو، يعني 115 قطعه نيش وبوفيه ومطبخ، كل جهاز العروسه كامل متكامل، تنسي حاجه اسمها ادوات منزليه كده. العرض تاخد العرض ده كده معانا كده استاذ مصطفى، في القطن النيش والشربطات والعشا والارجوان والاقوى باريكس والسيلو، كله براندات كده، مفيش حاجه تاني بالنسبه لقسم ادوات المنزليه اللي العروسه تحتاجه. تمام؟ العرض نجح كتير جدا معانا، 36,750 كان 100 صنف وعليه طقم حلل هديه. تمام، ده مستمر معانا، اللي عايزه برضه عشان ناس كتيره طلبته مستمر معانا برضه. تمام؟ احنا بنقول العرض ده 115 قطعه. العرض ده من شركة اولاد توسون في حدائق الاهرام فقط لا غير. زي ما قلنا قفلنا ضرفه واتقفلت في فرع ابو النمرس. ابو النمرس اتقفل خلاص، مفيش كلام عنه تاني يا جماعه. بالظبط. عشان ما حدش يروح هناك وتروحوا تلاقوا، لان يعني في توضيبات، فانتوا هتحسوا ان انتوا رحتوا في صحراء يعني فعلا، لان هم شالوا المحلات من هناك. فاحنا عروضنا كلها دلوقتي هنا خاصه بحدائق الاهرام، لغايه ان شاء الله باذن الله ما يتم الافتتاح على خير للفرع الجديد. بامر الله باذن ان شاء الله. طيب نبدا. الناس تستفاد بيها بجد، العروض الناس كلها تستفاد بيها، والتجار الجمله ده ارقامنا وده عنواننا في حدائق الاهرام البوابه الثانيه القديمه 35 واو. قلنا اللي جاي من مترو الانفاق بينزل محطه الجيزه، بيركب عربيات البوابه الثانيه القديمه، في 10 دقايق بيجيبوا هنا عندنا حدائق. الحدائق مش بعيده، حدائق الاهرام مش بعيده، واللوكيشن عند مدام شيماء وارقام التليفون زي ما انتم شايفينها. بنفتح من الساعه 10 صباحا لغايه الساعه 12 بالليل، طول الاسبوع شغالين مفيش اجازات. تمام؟ العرض ده انا واقف فيه، كل اللي يجي شرفنا ونورنا ليه مفاجآت وليه هدايات ام العروسه والعروس. العروض دي اللي يجي شرفنا ونورنا رايح اسكندريه، بورسعيد، مطرح، ما بيجي، كل الناس اللي شرفتنا ونورتنا بياخد عربيته وبيروح المكان اللي هو عايزه، خدمه توصيل مجانا، الصعيد، السوار، اي حته. تمام؟ بعربياتنا بتاخد التوصيل مجانا. تمام. وغير الهدايا وغير الخصومات الهائله جدا اللي احنا عاملينها. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم واعتمدنا وتكلمنا عليك يا رب. بسم الله. طقم جرانيت، طبعا احنا شارحين الحاجات دي قطعه قطعه في الفرادونه. كل الناس تركز معايا وتمسك ورقه وقلم وتحسب كده معايا، هتلاقي في دمار شامل شركه اولاد توسون عملوه لك في عرض العروسه. عرض البراندات ده طقم جرانيت 4 حلل وقلايه، قلنا ماركه طيبه 4 حلل. اول واحد ده طيبه؟ اه، في منه اكتر من 6 الوان. اللون انت مش مقيده باي حاجه انت شايفاها، اللون الاختيار بتاعك انت. الفيديوهات اللي احنا عاملينها تحت الفرضانات يا مدام شيماء، في كل التشكيلات
بتاعت الحاجه بتاعت رطم التوابل بتاعت رطم الاول كل حاجه احنا بنزلها باسعارها. احنا هنرص العرض دلوقتي ايه محتوياته وهنقول الرقم كله ان شاء الله دلوقتي برده واحنا شغالين. اللي عايز يعرف سعر الحاجه فرضالي احنا كل حاجه فعلا حرفيا قلنا سعرها، مفيش حاجه محطوطه في العرض ما قلناش سعرها غير الادوات الكهربائيه بالظبط. وعاملين فيديو عليها، هنعمل عليها فيديو، هنعمل عليها فيديو كل حاجه بكل حاجه متسعره زي ما احنا ايه موضحين مع الزبون وزي الفيديوهات اللي احنا عاملينها. تمام. يبقى احنا معانا طقم اربع حلل ومقلايه كبيره ما شاء الله طيبه طبعا بسم الله ما شاء الله الله اكبر غني عن التعريف. سمك 8 ملي ممتاز جدا، وفي الطقم ده سيراميك، دول اربع بصوا ارتفاع الحله والوسع بتاعها باين ما شاء الله. احنا عندنا سيراميك وجرانيت وستانلس وتيتانيوم في العرض بتاعنا. ده اربع حلل وقلايه، وده اربع حلل وجريل، وهنا خمس حلل استانلس. بصوا بسم الله ما شاء الله المقاسات، ماركه تيبا 18/10 ملي التركي، كل تيبا برده الاستانلس جميل ما شاء الله حلو جدا. ومعاكي التيتانيوم الاربع حلل وجريل وطقم كنف اللي خاله من الرصاص، السمك بتاعه 8 ملي، اربع حلل وجريل وطقم كنف جرانيت. تمام كده؟ تمام. ومعانا الاستانلس، الحله الاستانلس، حله البخار الكبيره ما شاء الله مقاسات او حله مكرونه. تمام. دي كده ما شاء الله مقاس كبير جدا حلو قوي. ومعانا كمان 34 مقاس كبير ما شاء الله بيرفكت يا جماعه، كل اللي استانس يا جماعه على المغناطيس. تمام. معانا كمان حله الضغط دي تيبا برده يا محمود مش كده؟ ماركه تيبا ما شاء الله، دي كده ماركه تيبا بسم الله ما شاء الله حلو قوي قوي قوي. دي كام لتر؟ دي 12 لتر. 12. معانا كمان طقم التوابل ده اللي عجبني تحت، عايز اقول لكم تحفه بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني جميل جدا. معانا برده طقم الصواني الثلاثه مع بعض، ده برده بريمير تقريبا، ماركه بريمير جرانيت في جميع الالوان يا جماعه. اللي انت مش مقيده باللون اللي انت اللي احنا حاطينه في العرض. معانا كمان هنا طقم اسمه ايه؟ كنك ستانلس 18/10. ومعانا طقم التوابل المستطيل، دول ثلاثه مش اثنين، ركزوا معانا في العرض. السمك التيب ماركه تيبا ما شاء الله. معانا برضو طقم القهوه اللي معايا الكنكه بتاعته على صينيه بورسلين، وبرضو طقم الخشاف اللي بالمعلقه والصينيه اللي ليها قواعد، وعندنا طقم البسبوسه كمان طبعا ده ثلاث قطع، وطقم المقالي ده ثلاث على فكره احنا بنحسب ده قطعه في العرض، يعني ده ثلاث قطع احنا بنحسبه في العرض قطعه من العرض. تمام. ما بنحسبش دي ثلاث قطع ودي ست قطع كده، لا دي قطعه ودي قطعه. طبعا معانا اللبانه ما ننساهاش ما شاء الله مقاس كبير، لان استاذ محمود بما انه عامل عرض بيبقى مركز كويس قوي ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود. مفيش ولا طقم من اطقم الحله نازل فيه اللبانه، فهو حاططها لنا عشان ام العروسه ما تنساهاش. كده معانا القلايات، ومعانا كمان طقم الشاي اللي على صينيه بورسلين، عايز اقول لكم ما شاء الله المجات بتاعته حجمها حلو، وطقم الصواني اللي بيتفصل من الجنب، وطبق التورته البورسلين ده جبار تحفه شيك قوي 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 ما شاء الله، وحله التحمير بالشبكه بتاعتها ما شاء الله الله اكبر، حله كبيره محترمه جدا. وطقم الشوربه اللي على الستاند ده عايز اقول لكم جميل جدا، ده الابيض في الجولد ده شياكه. وطقم التوابل الدوار، واحنا اصلا عندنا طقم توابل كبير هنا يعني اللي هو التسع قطع دوت، عايز اقول لكم تحفه، ولا ثمان قطع اللي هو 4 و3 و7 والستاند ب 8. تمام ما شاء الله، عايز اقول لكم حلو قوي. يبقى احنا كده معانا طقمين توابل فيه، ومعانا كمان طقم السكاكين الدوار دوت حلو قوي قوي، وبرده كل الحاجات دي على فكره قلنا سعرها تحت. وطقم التوزيع السيليكون عشان يمشي معاكي في الحلل اللي هي الجرانيت والسيراميك والتيتانيوم، وطقم توزيع ستانلس جولد ما شاء الله تحفه عشان الحلل بتاعتنا الستانلس، وعشان لو هتحطي حاجه في حله الضغط وتقلبي او حله البخار ما شاء الله كتير جدا، عايز اقول لكم تحفه. معانا كمان قلايه الروك، معانا كمان ال 32 كبيره على فكره ما شاء الله غويطه وواسعه فحلوه قوي قوي بسم الله ما شاء الله. ومعانا برده قلايه البيض دي، وطبق البريوش القالب بتاع البريوش وقلايه البيض، وبرده القلايه الصغيره البورسلين دي بتتحط على النار مباشره على فكره، والهون الجرانيت والكاتل البايركس والكاتل الجرانيت كمان. برده معانا اطقم المعالق بتاعه السفره دي لازم لا غنى عنها تبقى موجوده عندك طبعا اساسي ضمن جهازك، ومعاكي كمان طقم الفتحات بتاع المطبخ. معلش يا مدام شيماء عشان ما قلناش عليه، قلنا تمام ده قلنا عليه للحلل الستانلس او حله البخار او حله الضغط، لو حبيتي تستعمليه ده عادي امن في اي حاجه من دول، وخلينا السيليكون للتيتانيوم والجرانيت والسيراميك. طيب معانا كمان طقم الفتحات بتاع المطبخ ما شاء الله، عايز اقول لكم تحفه وشكله شيك قوي قوي. ومعانا كمان الترمس ده عايز اقول لكم تحفه وشكله برده سيمبل وسيلفر كده من بره شياكه جدا بسم الله ما شاء الله. في معانا فوق عشان ما ننساش، في معانا الفرن الكهرباء ده ماركه ايه؟ تاتش، ماركه تاتش، ومعاه ضمان سنتين، ومعاه ضمان سنتين. عايز اقول لكم ده بيشتغل فوق وتحت، الناس اللي بيقولوا الفرن بتاعي بيشتغل تحت بس يا اما فوق بس، ده بيشتغل فوق وتحت اهو ما شاء الله باين، ومعاه الشوايه بتاعته ومعاه الشبكه بتاعته ودرجات الحراره، وبيفصل على فكره تقدري تفصليه كمان، عامله ليه تايمر يعني.
تمام ما شاء الله حلو قوي، حلو وشكله شيك قوي. والكاتل البايركس والمكوى والمجموعه اللي هي زي مجموعه براون دي بالشكل الجديد بتاعها ما شاء الله، عايز اقول لكم شكلها شيك قوي حلوه. فيها عصاره فواكه دي بتجيبيها لوحدها برقم وخلاط وكبه ومطحنه، فما شاء الله بصراحه العرض ده جبار جدا. كل دي لغايه دلوقتي حاجات مهمه واساسيه جدا. طقم البايركس الحكايه ده الله اكبر يعني، بسم الله ما شاء الله عجبني. ده اللي كان فكرتني قلت لك ده في عرض العروسه. بص بقى لما اتفرش عامل ازاي، قلب الكيك ده تحفه، بسم الله ما شاء الله ده تحفه. ممكن تعملي فيه اللحمه المفرومه بتتعمل دي، تعملي فيه كيك توست براحتك خالص. عندنا حلتين بغطا مقاسين تحفه، ده فرنساوي على فكره اللون. بصوا انا من غير ما امسكه هو باين، ومن غير ما ابص على البراند بتاعه الازاز باين بيبقى مدي على ضيق ازرق كده تمام. والطاجن البيضاوي بتاعه المقاس الكبير، وهنا في طاجن مربع طقم مشكل مش هتجيبي معاه اي حاجه. يبقى احنا معانا حلتين، وقالب كيك او قالب توست، وطاجن بيضاوي كبير، وطاجن مربع، وطاجن اللي هو ليه حرف التارت كده بس حرفه عالي وزيه بالظبط حرفه اقل، وطاجن مستطيل. انتوا متخيلين ان انت تجيبي الطقم ده تجيبي معاه حاجه ثانيه؟ انت مش محتاجه طقم بايركس زي ده تجيبي معاه اي حاجه ثانيه، لملك كل حاجه في طقم واحد. حلو قوي، وده خدوا بالكم ده محسوب ضمن العرض قطعه واحده تمام. الحاجات دي برده كويس الملحوظه اللي انت قلتيها مدام شيماء، معلش بعد اطار كلامك. اي حاجه يعني الطقم الحلل الاربع حلل وقلايه قطعه واحده، طقم الاستانلس خمس حلل قطعه واحده، طقم البايركس ال 12 قطعه قطعه واحده، بنحسبه قطعه واحده. انت ليكي 115 قطعه بتيجي تاخديهم قطعه واحده، طقم الشربات 8 قطع مثلا او 7 قطع بنحسبهم قطعه واحده. ليه في ناس بتدوش دماغ تقول لك المناميل 52 وده مش عارف ايه وده ايه وده ايه؟ لا احنا كل حاجه قطعه واحده، الصيني قطعه واحده، مهما كان الحجم بتاعه 66 72 قطعه واحده، تمام؟ كل العروض دي خلاط البراون كل ادوات الكهربائيه عليها ضمان سنتين من شركه اولاد توسو، بفاتوره المحل بالضمان، كل خامات تركيه والماني البراون، واخد بالك ماركه تاتش ممتازه جدا 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 شركه تركي. تمام. محمود احنا معانا هنا عجان. المضرب نفسه المضرب بيه. طيب المضرب نفسه بيتفصل عن العجان صح؟ ما انا بقول لك ده عجان لوحده ومضرب بيه لوحده. تمام. طيب ده كده عجان، طبعا معاه اللي هو المضرب بتاع العجن والمضرب بتاع الكريمه. عايز اقول لكم ما شاء الله شكله حلو قوي، شكله شيك جدا، الحله بتاعته استانلس جامد جدا. معانا كمان الكبه الاستانلس دي بتفرم لحمه يا جماعه، دي جامده جدا، حلوه قوي قوي وترندي قوي اليومين دول، بقى عامله ارقام قياسيه على الفيسبوك من سعرها. طبعا دي داخله معانا ضمن العرض، وهعمل لكم فيديو بالاجهزه الكهربائيه لوحده خالص، وهنحطم سعرها طبعا من عند اولاد توصل. عندنا كمان العصاره بتاعت البرتقال دي صناي، انا بحب حاجات صناي جدا جدا ما شاء الله، حلوه غنيه عن التعريف، وعلى فكره بستعمل حاجات منها بقالي سنين، بقالها سنين عندي حلوه. دي العصارة اهو، ومعانا كمان مكنة الزبادي اساسي جدا جدا على فكرة، يعني دخلت رمضان والعادي بتاعك لما يبقى عندك بيبي دي تحفة. ومعانا مضرب فرداني برضو، يعني ما شاء الله عندنا مضرب هنا وعندنا عجان هنا تحفة بجد، العرض جامد جدا يا محمود. انا مش عارفة بصراحة يعني احنا لسه ما شاء الله شيماء لسه حاجات النيش ولسه الصين والدايان والبرد العرض ده طبعا لما نقول عرض ب 115 لما نقول عرض افضل عرض ليه ناسه وتوصل هو اساسه طبعا. العروض كل الناس ربنا يرزق الناس كلها، بس العرض اللي انت تعمله لازم العميل يستفاد بيه، لازم حاجه تشرف بيها واجهه المحل بتاعك طبعا. احنا بنقول توسن مميز بالعروض بفضل الله، عشان كده ربنا بيكرمنا كل الناس. انا بتمنى كل الناس زي ما هي بتشوف فيديوهاتنا وبتعملها، انا فرحان من قلبي والله، يرزق الناس كلها، انا ما عنديش اي مشكله. عرض ده 115 قطعة، خد السعر المفاجأة بدل 46 850 أيوة. شركة اولاد توسن بتقول لك ب 39 750 39 750 115 قطعة كملت ادوات المنزلية كلها ما شاء الله ب 39 750 والله بتجيبيه من بره ب 50 و 51000 جنيه. كملي معانا الفيديوهات للاخر وانت هتعرفي احنا كل قطعه قايلين عليها سعرها. لسه العرض ما خلصش، احنا لسه في معانا 115 قطعه ضمار شامل من شركه اولاد توسن في شهر نوفمبر الجمعه البيضاء. احنا بنقول عرض كل الناس تستفاد بيه، زي الناس استفادت اللي ب 36750 ده انا بهديه لاي عروسه في مصر كلها. بنقول خدمه توصيل مجانا، في هدايا لاي محافظه، وفي هدايا للعروسه وام العروسه. وكملوا معايا في الفيديوهات للاخر، في مفاجآت لسه برده مش ايه هنقول عليها كل مره واحده. لسه كمان معانا طقم المجات اللي على حامل ده، عايز اقول لكم ده تحفه، كل مجين شكله حلو قوي. ومعانا برده قالب الكيك الجرانيت دوت، وبرده معانا قالب التارت ده تقريبا ده بيتفصل من تحت او ما بيتفصلش، هو قالب تارت شغال معاكي في اي حاجه ما شاء الله. طبعا مكنه المكرونه دي اسمها مكنه مكرونه، هي شغاله معاكي على الشعريه، شغاله معاكي للعيش، شغاله معاكي حاجات كتير جدا براحتك يعني. عايز اقول لكم ما شاء الله حلو قوي، ودي ستانلس الستيكر الازرق اللي عليها ده ستيكر بيتشال،
وطقم المصافي ده ده جامد جدا يا محمود. عايز اقول لك ده اساسي بجد وبيتنسي، ده حلو قوي على فكره، وما شاء الله بتقدري تحطيه على النار كمان حلو قوي. في برضو معانا البرطمانين دول لونين، ده اللي هو ما بيبينش الحاجه اللي جواه، ده تحفه حلو قوي. وبرضو معانا الكولمان اللي بروحين دوت، ليه حنفيتين معرفش ده سخن وبارد ولا اتنين ساقع مش عارفه يعني، بس هو ما شاء الله ده برضو استعماله للرحلات جامد جدا. عايزه اقول لكم في كمان معانا شيلت البسكوتات دي، بصوا ده الاربع اطباق مش ثلاثه على فكره، دي السنفر الاصلي ماركه الاندلس. كل العرض ده برندات مدام شيماء، الناس ليها برضو نظره في الحاجه، وبتيجي تشرفنا تنورنا هتعرف كل حاجه. لو حابه تغير اي حاجه في العرض زي ما احنا برضو على مبدانا كل حاجه اللي مثلا عندها كانت قبل ما تشوف العرض تستفاد بحاجه ثانيه. يعني انت عايزه مثلا تشيل طقم الصواني ده وتستفاد بحاجه ثانيه مفيش مشكله، عايز طقم تشيل طقم الاكوا باريكس وتستفاد بحاجه نخصم ده مكان الحاجه اللي انت تاخديها، عايز تخصمها من ثمن في العرض ذات نفسه اخصمها لك، انا ما عنديش اي مشكله. احنا مش بنفرض عليكي حاجه بالزبط. مش محتاجه الاطقم الحلال، محتاجه طقمين ثلاثه، انت جايبه حاجات قبل كده وعايزه تشيل اللي انت جبتيه برده احنا معاكي في اي حاجه، بنسهلها على بعض، احنا عاملين العرض اصلا عشان نسهل عليكم. طيب احنا كده معانا الشياله دي اربع اطباق، يعني زي الاربع دور كده، دي سيلفر اصلي حلو قوي. وفي ده مش طقم يا محمود، ده احنا عاملينه طقم صح، اللي هو الفاز مع طبق الفاكهه مع البونبونيره، دول ثلاث قطع مش 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 طقمه مع بعضه. دي فاز عامله زي الكاس وطبق الفاكهه ويمشي طبق تورته برده، ومعانا البونبونيره زجزاج شبه طقم الخشاف كمان برجلين كده ونفس الشكل. عايز اقول لكم حلو قوي بسم الله ما شاء الله. وطبعا صواني التقديم الستانلس دي تحفه حلوه قوي، ان شاء الله هعمل لكم برده فيديو اصور لكم الاشكال بتاعتها واسعارها، لان دي انا ما صورتهاش النهارده للاسف، بس اوعدكم ان انا اصورها لكم. في كمان الكاسات الار سي ار ده طقم على بعضه 18 قطعه احجام مختلفه، عايز اقول لكم تحفه ما شاء الله حلو قوي. طبعا ما ننساش الصواني اللي عليها دي كمان صواني خشب برده شكل الجرانيت جامده جدا جدا جدا. طبعا بسم الله ما شاء الله معانا كمان الحاجات الطقم الشوبات ده، الشوب الكبير والقصير الوان والوان تحفه، ثلاث الوان خطيره جدا جدا بسم الله ما شاء الله. ده كده 12 قطعه 6 شوب و6 صغير، وده نفس الحكايه عندك ده الوان والوان، وعندك ده سيلفر الحرف بتاعها سيلفر، اختيارات حلوه قوي بصراحه. ومعانا كمان الصواني الثلاثه دول، دي صواني ميلامين حلوه قوي شكلها شيك، وبرده الاشكال كتير اختاري اللي انت عايزاه. معانا كمان هنا ست كاسات، عايزه اقول لكم شكلهم تحفه ايطالي تمام. بصوا سته اهم، وفي شكل تاني اهو برده، دول سته ودول سته ما شاء الله. ومعانا اطباق البيتزا كمان، ده طقم اتنين مع بعض، ده كده يعتبر قطعه يا محمود داخل العرض صح؟ اه داخل العرض تمام. وعندنا كمان طاسه الكريب موجوده معانا، ومعانا طقم الصواني الباريكس برده اللي تحت الكاسات دي مش هنا، دول ثلاثه مع بعض. اه ثلاث قطع ثلاثه الوان، الله ده حلو قوي ما شاء الله، الله اكبر بسم الله ما شاء الله. احنا مدلعين النهارده العروسه، اه شكله جميل، وهندلع ام العروسه بالهدايا من شركه اولاد توسن. انا عايز اقول كل الناس تستفاد بالعروض من شهر 11 مش هتتكرر تاني ابدا، بس انا بقول انا معاكم عشان انتوا طول ما في ظهرنا احنا بنكبر بيكم وليكم، وبفضل الله اقوى العروض من شركه اولاد توسن في شهر 11 بفضل الله. تمام. طبعا قلنا معانا طاسه الكريب مقاسها حلو قوي بسم الله ما شاء الله. معانا برده طقم السمك اللي ورا ده ما ننساهوش، ده سيرفيس كبير بطبق سمك صغيره بالشياله اللي هتشيل بيها السمك، طبعا عايز اقول لكم حلو قوي فكرته جميله. معانا بقى القاروره الشكل ده كده بالكاسات دي، اشكال كتير اختاري منها زي ما انت عايزه. طبعا ومعانا كمان طقم الشربات لا غنى عنه، لان احنا معانا طقم شربات كدورق ومعانا طقم شربات بالقاروره. بصوا النيش هيتملي من اركوبيل من اركوبايركس. معانا كمان طقم السيني ده الزجزاج بقى، هنا احنا عارضين منه حاجات كتير بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى عندنا الطبق الغويط بتاعه اهو، والطبق المسطح، والطبق الجاتوه، انتوا شايفين تفاصيله. طيب بصوا كمان البوله بتاعته عامله ازاي، ده احنا مش هنشيل الطقم كله برده عشان الناس برده تكون معانا، اغلب الحاجات اللي هي بتبقى محتاجين نفهمها اكتر زي ما احنا بصوا البوله مع طبق الجاتوه، السيني تحت اكتر من 100 شكل مصوراه، انت اي شكل تختاريه تحفه حلو قوي، عرض البراندات حلو اصلا، بتختاري اي حاجه اللي انت عايزاه تمام. عرض جهاز العروسه الكامل المتكامل البراندات، بتختاري اللي انت عايزاه. ده 66 ولا 66 قطعه 66، عايز اقول لك شكله شيك قوي 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 ما شاء الله. هم مش عارضينه كله، الله اكبر ومالي مكانه، الله اكبر بسم الله ما شاء الله. في كمان هنا طقم الاركو بايركس ده سيمبل قوي ومريح كده للعين، وشكله شياكه بسم الله ما شاء الله، والبولات بتاعته شكلها يعني دي بوله خدوا بالكم، ودي كمان بولة تانية. بصوا بولة كبيرة وبولة صغيرة، وطبق غويط وطبق مسطح، ومعانا كمان طقم شربات. برضو احنا مش عارضين الطقم كله على فكرة، عايز اقول لكم شيك قوي وحلو وعجبني بصراحة، ولونه جميل جدا موجود عليه زهرة اللافندر تحفة.
في كمان معانا. مش معلش يا مدام شيماء، ايه الهدايا بتاعت العرض؟ احنا عرفنا عدد العرض وعرفنا الساعه 115 قطعه اه ب 39750. لو الناس تذكر معايا العروض اللي كانت 100 صنف او 36750 انا زودت لك 15 صنف ب 3000 جنيه كلها تقايل، وانت هتعرفيها من ضمنها ادوات كهربائيه، من ضمنها ادوات لسه انا مش هحرق فين. طيب هنقول ميش. العرض ده عليه هديه ايه؟ عليه هديه لام العروسه، هنقول خدمه توصيل باي محافظه، وهنقول مكنسه تركي. بصي اكتر 1500 واط ما شاء الله، دي مكنسه افقي 1500 واط بالضمان سنتين تمام، بجميع الالوان بتاعتها، في الروز في الاسود في النبيتي في الاحمر، كل الشغل ده على الانستجرام قلنا تمام. قلنا كله يستفاد بالعروض. المكنسه دي هايله جدا 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 جدا، منها كميات كبيره جدا. بصوا المكنسه بتلف معاكي يعني بتبقى سلسه معاكي وانت بتشتغلي بيها حلوه، وطبعا اكيد سهله في الفك والتركيب اهم الجناب، وجوه الكيس بتاعها اللي انت بتفضي بيه بتشغليها عشان ما توطيش، فهي افقي سهل عليكي. انا عايز اقول لكم العروسه بالبلدي، اكيد العروسه اللي هتاخدها. لا ام العروسه انا بعدها لك هي عروسه بسم الله ما شاء الله ربنا يزيدها، تستفاد بالعروض دي كلها. كل العرض ده انا متكيف منه، مميز جدا 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 الحمد لله، ربنا يبارك كل الناس تستفاد بالعروض، كل واحده يتعمل لها ربنا يرزق الناس كلها يا رب، وربنا يسعد الناس كلها يا رب يا رب يا محمود. طيب معانا كمان طقم الارقبال، انا بحب الارقبال بصراحه، ولازم يكون اساسي في جهازك لان هو فعلا طقم غني، طقم حلو قوي وريتش كده لما بتيجي تستعمليه او تحطيه بجد حلو قوي. بصوا التفاصيل بتاعته تحفه، يعني معانا للبوله، بصوا البوله شكلها عامل ازاي تحفه، وطبق الجاتوه كمان ما شاء الله عايزه اقول لكم جميل. بصوا الطبق المسطح وده الطبق الغويط، فناجين قهوه، فناجين شاي، لبانه، سرافيز، الطقم ده حكايه، اساسي 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 بجد طقم الارقبال. قلنا 66 قطعه، قلنا زي نص طقم الصيني وقلنا طقم الصيني 66، كله اعداد كبيره براندات. طيب لما تيجي تحطي ده في النيش وده في النيش وده في النيش نخش المكروب الفرن، معلش بقى بتاع كلامك انت مليتي الدنيا مع الاشكال اللي احنا عاملينها، اختيار الاشكال بتاعتك انت مش مقيده بالشكل ده تمام. اللي عايز حاجه ياخد بالحاجه باشكالها كل اختياراته اللي اتعامل معانا فيها اللي احنا بنقول ايه. يعني انت مش مقيده بالشكل ده، احنا معانا طقم عشا 33 قطعه برضو حاليا بالظبط. طقم العشا ده بقى انت بتحطيه عندك في المطبخ للاستعمال تمام. انت عندك كمان هنا ده للنيش وده للنيش وده للنيش، وعندك الشاي والجاتوه برضو للنيش، وعندك تشكيله الكاسات دي كلها للنيش، وطقم الخشاف انت مش هتلاقي مكان في النيش تحطي اصلا بقيه الحاجه. الله اكبر، يعني بسم الله ما شاء الله، الحاجه حلوه بجد، الفيديو مميز جدا. طبعا طقم العشا ده احنا معانا اهو الشكل الرخامي لون اسود، عايزه اي شكل متاح معانا وفي ايدينا تغيير اي حاجه. معانا طقم الشاي والجاتوه اللي هو الشكل قلنا عليه الشطرنج ده ما شاء الله برده شكله حلو قوي، شكله شيك جدا، وفي ايدينا اي شكل يعجبك، احنا مصورين كل الشغل ده بالتفصيل بالاسعار بالاشكال كلها. معانا طقم الميلامين ده برده، بصوا شكله سداسي كده، حتى البوله بتاعته شكلها سداسي، ده بيدخل الميكرويف يا محمود، بيخش الميكرويف تمام، ده كده بيدخل الميكرويف. عايز اقول لكم شكله تحفه وشيك قوي قوي قوي، احنا عرضنا لسه ما خلصش على كده كل الشغل ده، ولسه عندنا عروض جامده جدا جدا جدا. معانا الطقم البلاستيكات ده اللي هو بيبقى شامل، محمود كلمني عن ده عباره عن ايه؟ ده الوطنيه 35 وظيفه. ايه 35 وظيفه؟ يعني احنا معانا ده ثبات الغسيل تمام، وده ثبات غسيل، اثنين ثبات غسيل اهو، بتحط فيه المبلول وهنا الناشف ومعانا بتاعت المشابك ايوه، معانا سلة باسكت تمام، ومعانا بتاعت صفات المعالي ايوه، دي معانا ده من العرض، لا ده لوحديها صفات المعالي دي لوحدها. وطقم البولات ده برده عايز اقول لكم مهم حلو قوي للسلطات والتقليب والتتبيلات والكلام ده برده. ومعانا الشماعات، ومعانا بقى الحاجات الشماعات والحاجات المنظمه للحمام، ده 35 وظيفه احنا وطقم توزيع برده، وبلاستيكات بقى للحاجات للبقوليات، ممكن للدقيق للبقسماط براحتك خالص، وبتاعه الصابون وللفرش الحاجات دي كلها. تخيلوا بقى ان كل البلاستيكات اللي احنا بنعرضها دي اللي على بينك دي والحاجات دي، دي قطعه واحده ضمن العرض، يعني انت لميتي حاجات كتير رفايع هتسحب معاكي فلوس وهتنسي منها حاجات. عايز اقول لكم تحفه جدا جدا. التربو دي بقى يا محمود، التربو ده 4 ادوار كل شغل وطنيه بالضمان تمام. في منه اكتر من 6 الوان او 7 الوان تمام. الطقم ده والتربو قلنا العرض كله قطعه واحده، ايه ده يعني التربو ده من العرض؟ التربو ده غير العرض تمام، يعني التربو لوحده وال 35 وظيفه لوحدهم تمام ايوه تمام. وقلنا الضمان لناسه وتوسن اساسه، المكنسه دي هديه بالضمان سنتين في اي حاجه بتاعتنا تمام، حلو قوي تمام. طيب
معانا كمان المجات ديت بتاعت العروسه والعريس، طبعا دي اساسي حاجه دلع كده. وطقم المنخل ده 5 قطع، وطقم الكب كيكس ده حلو قوي، وطقم التوابل ده برده ما شاء الله شيك قوي قوي. ومعانا برده طقم التوابل الاستانلس والمبشره اللي بدرج برده معانا. ومعانا يعني ما ينفعش نحط عرض عروسه ومفيش ماكينه بيتي فور وماكينه تحك وبسكوت وطقم ثلاجه بلاستيك اهو، وطقم الحافز للحراره بتاع الرحلات، وعندنا طقم كنكه كمان. بصوا مش هننسى حاجه، احنا معاكم مش هننسى اي حاجه. في كمان معانا الجريلا دي الجريلا اللي هي على ترموستات، وفي كمان الجريلا الدبل، عايز اقول لكم تحفه ما شاء الله، حلو قوي. البرطمان ده معانا من العرض، البرطمان ده كمان معانا ضمن العرض، حطي فيه بقى اللي انت عايزاه، دقيق بقى مخلل براحتك خالص خالص خالص. العرض بتاعنا لسه ما خلصش، كملوا معايا الفيديو يا جماعه. لسه عندنا هنا كمان طبعا المكنسه هديه ام العروسه، واحنا ماشيين كده نفكركم معانا. في كمان معانا استاذ محمود، العرض ده ايه؟ ده طقم استانلس، ده طقم استانلس مدام شيماء، عباره عن 90 قطعه برده محسوب قطعه واحده. يعني كل الاستانلس العجان والصينيه، لا ده الاطباق بتاعت الاستخدام اليومي اللي بيتحط في المطبخ. ده تحطيه تشكيله، ده ايه استخدام يومي، حاطين مقاسات مختلفه ما يتكسرش، حاطين مقاسات مختلفه. عايزه اقول لكم ده كده مقاس، ده كده اهو مقاس، وادي هنا اهو مقاس، وده مقاس، وده مقاس. انتوا متخيلين بقى؟ وفي سرافيس كمان للتقديم، سرافيس وصواني دول تحفه. ايه ده، ايه المقاور دي كلها؟ ما شاء الله. يعني ده طقم كامل على بعضه، ده طقم عزايم يا جماعه لوحده كده، محسوب قطعه واحده 90 قطعه، قطعه واحده 18/10 سنستين. هو ده براد ولا ده ايه؟ انا مش شايفه. ده البراد استانلس ومقاور والمعالق السفره والحاجات دي. عايزه اقول لكم الحاجات دي في الاستعمال كده في الاول لو في اطفال او في بيت عيله، سهله 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 ما شاء الله. برده معانا القطاعه هنا اللي هي دي، عايزه اقول لكم برده تحفه حلوه قوي. وطبعا العلبه بتاعت البيض، ومعانا هنا 6 مجات تمام. ومعانا هنا برضو طقم التسالي ده حلو قوي برضو، ده جميل على فكرة. احنا برضو كل الحاجات دي قايلين سعرها تحت. معانا كمان طقم الشاي ده كده، مجات الشاي، وفي برضو اللي هنا ديت برضو جميلة قوي. وفي طقم المجين مع بعض ده اللي هو 2 مع بعض، بتبقى كل كوبايتين ليهم بشكل غير التاني. ومعانا القمع بتاع الكريمة والفرشة السيليكون بتاعت الزيت والحاجات دي، و6 كاسات، الكاسات دي تحفة عايزة اقول لكم، ميتها رايقة جدا جدا. وعندنا صينيتين للفطار، صينية ستانلس وصينية ميلامين. ومعانا كمان العجان الكبير ده تحفة، ده بقى في ذبح شغال، في عيد في عقيقة شغال، مطبقية معانا، وبقية طقم ده بقية طقم الميلامين صح؟ ده بقية طقم الميلامين، ده بقية طقم الميلامين طبعا، ومعانا المطبقية بتاعتنا. وفي كمان هنا على فكرة ضمن طقم الستانلس المعالق والشوك والحاجات دي كلها، الصينيه دي معانا يا محمود، الصينيه بربور بتاعت الفطار معانا، صينيه الفطار بتاعت الدلع دي معانا ضمن العرض. العرض بتاعنا خلص، احنا لسه ما خلصش. احنا بنقول 115 قطعه تمام، منهم 80، اوديكي مثل بسيط بس، طب في 45 قطعه، احنا لو ضربنا 80، تعالى كده يا استاذ مصطفى معلش، عايز افهم بس اللي عامل حاجه، 80 في 550 جنيه يعمل 444,000 جنيه، انت فاهمه؟ ارجع تاني بقول يعني 180، احنا بالعرض 115 سنتي، احنا بنقول نخلي الاساسيات 80 التقايل. فهمتك، 80 التقايل، التقايل اللي زي الصيني والاركوبال والاقوى باريكس والحيله الاستانلس والجرانيت والكيفات وراكم الشاي. على فكره اقنعني، حلو قوي. قلنا 80 وهنسيب ال 45 رفيع، على قد ما الرفيع مش هتكمل 45 سنتي، بس انا بديكي مثلا طبعا. لو قلنا 80 سنتي في 550 جنيه ب 44,000 جنيه لوحديهم، ابقى انت معاكي 45 سم التانيين هديه. يعني قلنا الضمان ليه ناس، عشان كده بقول لك العرض اول ما بيكون ب 50 وب 52,000 جنيه، ابقى تيجي جنب شركه اولاد توسون قولوا له انا عايز عرض البراندات، تلحقي نفسك وقولوا له عايز عرض البراندات المميزات الاستاذ محمود اللي عامله. بفضل الله اقوى العروض من شركه اولاد توسون في شهر 11 لغايه 30/11. انا اديتك مثلا 550، يعني ده الاركوبال 550 66 قطعه اللي بيتباع ب 2000 جنيه لوحده، وب 1750 اللي بيتباع ب 1250، ال 3750 لوحده، الحلل الجرانيت 1750 لوحده. الناس هتيجي تقول لي ايه؟ طب ما انت حاطط قلاب بيض وحاطط هون وحاطط مش عارف ايه، انا مش حاسبها لك. انا في 45 سم لو ضربتهم بس 5 دولار كده 44,000 جنيه استاذ مصطفى، 80 سم في 500 جنيه، قلنا لو 45 40 سم كده الباقيين الرفايع في 150 جنيه ب 6000 جنيه، و 44,000 ادي ال 50,000 جنيه يا جماعه اللي احنا بنقول عليهم. احنا لما بنقول عروض ثقه نجاح بفضل الله، اقوى العروض من شركه اولاد توسون على اليوتيوب على الفيسبوك بفضل الله، مميزين جدا بجهاز العروسه. طيب
ما ننساش ان احنا مع كل العرض ده عندنا كمان المكنسه هديه، المكنسه لمامه العروسه وعليها ضمان سنتين. متخيلين بقى الحاجات دي برده محمود عليها كل الادوات الكهربائيه على ضمان سنتين. اي ادوات كهربائيه، فرن، مكويه، عجان، كب، عصير البرتقال، اي ادوات كهربائيه عليها ضمان سنتين في فاتوره المحل من شركه اولاد كسر. بسم الله ما شاء الله. تمام. احنا بنحط انضف حاجات في وشنا الحمد لله. وعبالي اي حاجه بتخش بيها العروسه احنا بنحسبها لينا قبل ليها. تمام. دي في وشنا سمعه مكان بنت خالتها بنت عمها تشوف العرض جايبين منين من شركه اولاد كسر. يعني معنى اصح الزيت ولا ايه؟ ولا غير. العرض ده 50,000 جنيه يا جماعه، هتجيبوه ب 46,850 توسن عامله لكم ب 39,750 بعد الخصم. الفترة محدودة، ابتداء العرض من 15/11 لغاية 15/12. أنا بمد شهر أهو بدي الناس براح، بس ربنا يعيني على الأسعار اللي بتزيد. بس أنا بقول برضو كل الناس تستفاد بالعروض. إحنا هنقول برضو أول 15 عميل هيكسب معانا المكنسة الهدية. اول 15 عميل هيكسب في عرض العروسه. تمام. احنا جاهزين لغايه الشهر كله، متوفرين كمياتنا بفضل الله. قلنا العنوان حدائق الاهرام البوابه الثانيه القديمه 35 واو العماره، بعد الفرغالي، بعد صيدليه المجد. طبعا ارقام التليفون واللوكيشن عند مدام شيماء، سواء جاي من دائري سواء جاي من محافظات برضه هتنزل من الموقف، سواء قلنا جاي من محطه المترو هتنزل محطه الجيزه، بتقول هتلاقي عربيات بتقول البوابه الثانيه القديمه 10 دقايق بتجيبك هنا. تمام. قلنا خدمه توصيل مجانا لاي جهاز عروسه احنا هنعمله من 3 عروض، في ب 10 في ب 22 ونص وفي ب 38 في 28 ونص وب 36,750 اللي احنا عرض الجبار اللي احنا عملناه معانا في شهر 30/10 مستمر معانا. العرض ده ابتداء من 15/11 لغايه 15/12، معاكم شهر مهله. بس احنا بنقول ايه؟ الكميات كلها موجوده، العرض كله موجود، عرض ب 39,750 عرض المميزات والبراندات موجود. احنا بنقول هنكسب اول 15 زي ما وريتكم الفاتوره من رقم 1 رقم 2 رقم 3 على طول. هتاخد المكنسه دي هديه. ما شاء الله. المكنسه دي هديه تركي. تمام. وعليها ضمان سنتين. بعد ال 15 عميل ليكي هديه برضه، بس مش هي تكون مكنسه، ليكي طبق محله سيراميك او جرانيت او تيفال. يعني انا برضو دي معاكي ودي معاكي. تمام. عشان ما دامش ما زالت قوي لما قلت 15 يوم 15 يوم انا برضو 15 عميل اصلا. قلت برضو انا معاكم. والعرض لغايه اي محافظه مجانا، الشحن مجانا. العنوان حدائق الاهرام 35 البوابه الثانيه القديمه. الشحن مجانا، بس طبعا حضرتك تيجي تشرفي كده وتختاري حاجتك بنفسك. احنا مختارين ما شاء الله حاجات حلوه، بس انت كمان لما تيجي هتشوفي الشغل قدامك وهتلمسيه بايديك وهتعرفي ان احنا مختارين فعلا حاجات حلوه قوي في العرض. الشحن مجاني النهارده معانا للعرض. تمام. بجد الفيديو كان مميز جدا، وانا مبسوطه جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.